يقول: أخوات في بيت واحد يغيرون الذهب الخاص بكل فتاة مع بعضهم، فهل هذا داخل في النهي؟ أين؟ وش النهي؟ اللي أنا فاهمه من السؤال هي عندها غويشة وأسورة، والثانية عندها حلق وعندها خاتم، فلما دي بتخرج بتاخد الأسورة والخاتم وتشكل تشكيلة بينها وبين، والثانية لما بتخرج بتفعل ذلك. هذه عارية، استعارة الذهب ليس فيها ثمة شيء. الحرام في الصرف، وهذا ليس فيه صرف. هذا الذي فهمه السؤال ظاهر جدا بهذا الباب.